من أحد المحلات المشهورة في كندا، في منها عدة فروع اسمها تي أن تي، وهي سوبر ماركت صيني تابع لشركة لابلوز. خلينا ندخل نشوف شو في شغلات غريبة وعجيبة، ويلا معنا. طبعا اول ما تدخلوا هذا المكان راح تلاحظوا انه كل شيء موجود بالصيني. هذا اليوبين او الكعك الصيني لانه عندهم عيد قريبا. هاي اسعاره، اكل جاهز بتلاقيه كله اكل صيني. يعني المهتم كثير بده يجي ويشتري من هون، بده يشتري مجبر اخاك لبطر، لانه هذا اكبر سوبر ماركت صيني في كل كندا. هذا كعك مختوم عليه، قسم المشروبات. هذا طبعا الكوكونات مشهور في الصين، وهون النودلز. هاي برضو زي بهارات تنحط على الأكل، كل أنواعها طلعوا. اسم الدوفو، لأنه بحب يأكل الدوفو. هذا شريمب طازة، هاي أخطبوط، هذا سكيت فريش سكيت، مش عارف شو هو. هدول شو اسمه، هذا سالمون، سموك سالمون. يا عيني عايشين، شايفين عم بتحركوا. هذول طازة يعني اسماك. هاي السلطان ابراهيم فريش سنايبر، هذا لاين سنايبر، هذا لابستر، بحب اللابستر. هاي السلطانات وين عايشين. هذول الحلزون لابستر، سلطانات كبيرة. هاي بزلز، هذول يعني من الحفاف. هذا فطر مجفف، وهي اسعاره. وهي الشغلات الفضية زي السكر الفضي، ما بعرف اذا في. هذا الفطر مجفف كمان، هذا جنجر رائع، انا بحبه، هاخذ واحد منه. جنجر لاتيه اسمه، اتشا مشهور، وولونج تشا، جاسمين تي، تشاينا جرين تي. هدول أربع أنواع من أشهر أنواع الشاي الموجودة في تشاينا. هذا برضو سوشي رايس. هذا بريميوم رايس، بيختلف شوية. هذا كلاروس رايس 1.29، والله شكلها بشاحي. مثلا الفواكه الصينية، هاي يمكن ما تلاقيها. هذا كوريان ميلونز موجود، هاي سارو. وهذا فريوي فروت، هذا دونات بيتش، هذا لونغان، هذا زاك كتير. هذا ريد دراجون فروت معروف، هذا ليتشي سبيشال ليتشي، هذول نوع من أنواع الليتشي. وهذا داوتز، يعني هم بيعتبروها هذا ديت، بس هو مش زي التمر تبعنا، طعمه مش الكورية. طبعا هاي الفواكه بشكل طبيعي. هاي الكوسة تبعتنا، هذا تشاينيز يان، هذا كويس كتير للرئتين والصحة، بنظف الرئتين. هذا الجبانيز إجنو، هاي البامية، هذا القمح اللي بيطلع من القمح، اول ما ينمو القمح مفيد جدا للصحه، جدا للصحه. بكلوه تقريبا مع النودلز، وبخلطوه مع الاكل، فلذيذ جدا. جينسينج، هذا يعني فريش جينسينج. هلا سعره كتير هذا رخيص، يعني هذا جينسينج غالي لانه
هو مغذي وجيد للإيميون سيستم، وخاصة للرجال عندهم يو تشوي مشهور كتير. هاي سعره لذيذ كتير بسلوب وكله زي ما هو كويس لل وحابين نراكم قريبا في حلقة ثانية. إذا أعجبك هذا الفيديو اعمل لايك وسبسكرايب للقناة واعملوا شير مع أصحابك.